السلام عليكم. احنا هنتكلم دلوقتي على اكزامبل على الوايل لوب اللي هو اللي احنا كنا عملناه قبل كده بالفور لوب. لو تفتكروا احنا كنا خدنا الاكزامبل بتاع ان احنا نحسب الفريكشن فاكتور من رينولدز نمبر لما جينا نتكلم على اف سولف، وبعد كده قلنا طب انا ممكن اجيب نقط كتير واقدر ارسم بيه رسمه زي اللي رسمناها او اللي احنا عارفينها بتاعت المودي تشارت. فقلنا ان احنا هناخد الفور لوب من 4000 لغايه 10 باور 7، وان احنا حطينا العداد ده علشان احافظ على قيم الاف، وقلنا الابسلون على دي هتبقى 0.01 ولان كانت ب 30، ده عدد النقط اللي عندي. ولما جينا عملنا ران طلع كده خلاص. انا عامل هولد البلوت علشان حاجه تانية بعدين يعني خلاص. فده اللي احنا كنا عملناه المره اللي فاتت. احنا المره دي بقى عايزين نشوف لما نيجي نعملها بالوايل لوب خلاص. فانا هعمل فايل جديد واحط فيه كل حاجه و ابتدي بقى ايه اشتغل على الوايل لوب. فانا اول حاجه هعملها ان انا هحط وايل مطرح الفور كويس، وطبعا بما ان انا وايل فانا ما ينفعش طبعا اكتب الكلام ده، فانا هقول ان الريجنالز تبقى اقل من 10 باور 7 خلاص، لان انا كنت واخد من 4000 ل 10 باور 7، فانا هخليها اقل من 10 باور 7، فهيفضل يشتغل لغايه لما يوصل ل 10 باور 7. بس احنا كنا قلنا برضو ان طالما انا بتشيك على حاجه يبقى لازم يبقى ليها قيمه قبل الوايل لوب. فانا هقول ان الرينولدز نمبر انا بادي ب 4000، فانا هبتدي بنفس القيمه ال 4000، لان دي ملهاش لازمه دلوقتي لان انا مش بحدد عدد النقط زي ما كنت بعمل المره اللي فاتت. فانا خليني امشي معاه الرينولدز ب 4000 اقل من 10 باور 7، هيعمل الحسابات يجيب الفريكشن فاكتور ويزود على الاي واحد ويرجع تاني. لما يرجع تاني هتلاقي رينولدز بكام؟ هلاقيها لسه ب 4000. فانا في الحاله دي لازم ازود قيمه رينولدز نمبر شويه، فممكن مثلا اقول ان رينولدز الجديده هتبقى 1.5 في رينولدز القديم مثلا، اي حاجه يعني زودها 1.1 1.2 اجمع عليها حاجه. بس يعني هو جمع، لان انا شغال من 4000 ل 10 باور 7 عندي اوردرز اوف ماجنيتود كتير، فانا لازم اضربها فاكتور عشان تبقى اوقع يعني خلاص. فانا هسميها مثلا فريكشن فاكتور وايل خلاص. وخلينا نعمل ايه، نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل ماشي. فانا لما اجي اعمل ران دلوقتي المفروض اللي هيحصل ايه، انه هيعمل الحسابات بتاعته ويحسب لي الفريكشن فاكتور. انا بس هيبقى عندنا مشكله، دي احنا كنا عاملينها فور عشان فور لوب فاحنا هنوقفها. هيبقى عندنا مشكله في البلوتنج، بس خلينا نشوف قبل البلوتنج الدنيا هتمشي ازاي خلاص. فانا لو جيت ابص هلاقي ان الفريكشن فاكتور لو جيت افتحه انا عندي 20 قيمه. لو تفتكروا برضو اول قيمه كانت اللي هي 0.409 دي، واخر قيمه 0.0197، فاحنا كده مطلعين ارقام شبه جدا جدا او تقريبا نفس الارقام اللي طلعناها المره اللي فاتت. فهو الحسابات كده تمام وعمل لوبس ووقف وجاب 20 قيمه وحاجه زي الفل خلاص. خلينا نكتب الافت هنا، وخلينا نقول مثلا لو انا خليتها 1.3 مثلا بدل 1.5 المفروض النقط هتزيد فبقى 30 نقطه. لو خليتها مثلا 1.1 فرينولز نمبر وجيت عملت ران هلاقي بقى عندي كام؟ 83 نقطه. فممكن اتحكم طبعا مش جواها بالظبط، بس ممكن اتحكم في عدد النقط اللي عندي بان انا بشوف هو انا كل نقطه هتفرق عن اللي قبلها كتير ولا قليل. فخلينا نعملها 1.5 علشان ايه تبقى القيم اقل شويه. بس هتلاقي عندك مشكله ان الرينولدز نمبر اللي عندك هنا هو اخر قيمه، لان هو مش بيحافظ على قيم الرينولدز نمبر خلاص. ودي مشكله شويه. فانا عشان احل الحكايه دي ليه حل بسيط، ان انا هحفظ قيمه رينولدز نمبر في فاريبل تاني. فانا هقول مثلا في حاجه هنا اسمها رينولدز بلوت خلاص، لما اعمل كده يبقى ده ماتريكس فاضي خلاص. انا لو جيت عملت ران كده بقى في رينولدز بلوت عباره عن ماتريكس فاضي ما فيهوش حاجه خلاص. الرينولدز بلوت ده لما اجي ادخل بقى انا هقول له كل مره رينولدز بلوت هتاخد لي رينولدز بلوت القديمه وتزود لي عليها، كاننا زي ما كنا بنعمل في المتريسيز زمان ان انا احط ماتريكس عباره عن ماتريكس وماتريكس تاني. فانا هعمل نفس الحكايه، فهقول رينولدز نمبر وزود عليها الرينولدز خلاص. فهو في اول لفه هياخد الرينولدز بكام؟ ب 4000. فرينولدز بلوت ده مع اول لفه هتبقى 4000، يلف تاني مره هيبقى كام؟ 4000، ويزود عليها خانه جديده فيها الايه؟ الرينولدز الجديده خلاص. فانا ممكن بقى اعمل السيمي لوج بلوت ده خلاص على زي ما هو، بس بدل ما انا هعمل رينولدز هعمل رينولدز بلوت اللي هو حاجه انا اخترعتها علشان احط فيها قيم رينولدز مع كل لفه خلاص. ونفس كل حاجه زي ما هي مش هتفرق في اي حاجه خالص. خلينا بس عشان تفرق شويه نحط مثلا ان هي هتبقى دايره مثلا، فيها دايره ولا حاجه خلاص. وخلينا نجرب نعمل ران دلوقتي خلاص. فهو لما جه عمل ران انا اللي عندنا ده دلوقتي الخط الاحمر ده اللي كنا راسمينه المره اللي فاتت، الدوائر دي اللي احنا رسمناها المره دي، يعني الاحمر ده بتاع الفور والبتاع ده بتاع الفايل. يعني خلينا مثلا نقول ليجند
ونحط جواه حاجتين، الفور لوب والتانية وايل لوب. خلاص هو اهو. فهو دلوقتي هما الاثنين للاسف ليهم نفس اللون، بس يعني اللي فيه دايره هو الفور، هو الوايل، واللي ما فيهوش دايره هو الفور. فلو تاخدوا بالكم هما الاثنين ماشيين فوق بعض بالظبط، يعني الخطين بيطلعوا نفس القيم. طبعا ده ما وصلش ل 10/7 بالظبط، اللي هو الوايل، لان هو وقف قبل ال 10/7، فهو لما يعني كان عنده نقطه هنا ونقطه نقطه بعد كده، فما فيش حاجه عن 10/7 بالظبط. لو جينا نعمل النقط بقى بتاعه الفور لوب هلاقيها بقى ان هي نقط مختلفه شويه. خلينا نعمل اديتنج شويه ليها علشان يبقى دينا بنرجع على حاجتين مع بعض، يعني على الفور والوايل وعلى البتاع التاني. فانا مثلا عندي هو الفور لوب، انا هقول له خلي لي الماركر بتاعه مثلا مربع، وخلي الخط بتاعه لونه ازرق، خلاص، وخلي الفيلنج بتاعه لونه ازرق، كويس. فهي كده ايه، باينه شويه الفرق بين الاتنين، يعني واضح دلوقتي ان الفور لوب هي النقط الزرقاء، خلاص. ولو الاثنين بادئين عند نفس النقطة اللي هي ب 4000، الوايل لوب هتلاقي ان هي ايه، فرقة شوية، يعني عدد النقط بتاعتها مختلفة وعند نقط مختلفة، بس الاثنين بيطلعوا نفس القيم، يعني الاثنين على نفس الايه، على نفس الرسم. فدي حاجة لطيفة جدا. فالمهم بس اللي احنا نتعلمه اول حاجة في الوايل لوب ان انا بحط كونديشن، والكونديشن ده بيستدعي ان يبقى ليه قيمة في الاول عشان يبتدي في اول لفة يلاقي حاجة يتشيك عليها. تاني حاجة ان انا لازم الحاجة اللي انا بتشيك عليها دي قيمتها تتغير، والا هيشتغل فور ايفر، خلاص. الحاجة الأخرانية إن أنا احتجت إن أنا أحط، يعني المرة اللي فاتت أنا كان عدد النقط اللي عندي في الفور هنا، أنا عدد النقط اللي عندي أنا كنت محددها، وكنت محدد يعني أنا ممكن أعمل اللي عملته المرة دي ممكن أعمله في الفور لوب برضه، فمش فارقة يعني. بس في الفور لوب أنا بما إن أنا محدد عدد النقط من الأول، فأنا يعني كان سهل إن أنا أحافظ على عدد النقط بتاعتي، أنا عارفها بالظبط كام. لكن في الوايل لوب أنا معرفش عندي كام نقطة، وبالتالي انا لازم اللوب هي نفسها اللي تعمل لي جنريشن للنقط اللي انا هحتاجها عشان ارسم. فاحتجت اعمل الفاريبل الجديد اللي هو رينولد بلوت، اللي انا بقيت بملاه كل مره بقيمه رينولدز الجديده اللي انا استخدمتها بعد كده في حكايه الايه، البلوت. بس ارجو ان الموضوع يكون اوضح شويه دلوقتي، والسلام عليكم.